الآن لما بدنا نحكي إحنا عن أهم المودلز اللي حتساعدنا حتى يكون في عنا detailed product description وتحديدا في جزئية ل requirements clarification، يمكن نشوف إنه في عنا very common models زي workflow على سبيل المثال، أيضا use case diagram حتى يكون في عنا إحنا user stories موجودة وبروترايز بما يعرف بالبرودكت باكلوج. هذا في عالم الاجيليتي. طبعا في عالم البيزنس اناليسيس كتير مهم انه نشوف انه في عنا other supporting models زي ERD entity relationship diagram، وهذا بدونه صعب يكون في database design